Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم مجددا في الفيديوهات اللي كنقدم دائما. اليوم غادي نقدم لكم الأسبوع الخامس الخاص بالإيفالياسيون بور لونيتي 2، يعني الأسبوع الخامس سومين 5 إيفالياسيون إي كونسوليداسيون، يعني تقويم وتثبيت ديال لونيتي 2 ستادير الوحدة الثانية، داكوغ؟ وبالضبط لاكتيفيتي دو ليكسيك، وغادي نديرو هاد لي زيكزارسيس هادو المقترحين في الليكسيك، داكوغ؟ وغادي نمشيو كل اكتيفيتي بفيديو خاص بها في ليفالياسيون، داكوغ؟ نشوفوا اول حاجه لاكتيفيتي دو ليكسيك باج 63 63. نبداو اول حاجه ليكسيك اوبجيكتيف utiliser un dictionnaire passer de la définition au mot du mot à la définition. دونك جوج دروس اللي قريناهم في هذه الوحده الثانيه هما هادو utiliser un dictionnaire يعني استعمل واحد ديكسيونير واحد المنجد باسي دو لا ديفينيسيون او مو يعني ننتقل من واحد لا ديفينيسيون واحد التعريف لين واحد الكلمه و دو مو ا لا ديفينيسيون من الكلمه للتعريف دونك عندنا جوج ديال التمارين ولا جوج ديال لي زيكزارسيس كل اكزارسيس خاص بواحد الدرس داكوغ نشوفوا الاكزارسيس الاول جو رونج دون لي دو كولون لي نون او ماسكولين اي لي نون او فيمينين دونك عندي هنايا بزاف ديال الاسماء لي نون داكوغ غادي نفصلهم هنا غادي نكتب في هاد الكولون هذا لي نون او ماسكولين يعني الاسماء المذكره وهنايا عندي غنكتب لي نون او فيمينين يعني الاسماء المؤنثه داكوغ بداو اول حاجه كلمه بكلمه داكوغ كلمه بكلمه وغادي نعمروا هاد الجدول هنايا ادغيس ادغيس هنا كنقولوا اون ادغيس ولا ان ادغيس كنقولوا ان ادغيس دونك ان ادغيس سي ماسكولين كتب ادغيس داكوغ ادغيس ونضرب عليها من هنايا من هاد السيريال نشوفوا الكلمه الثانيه فيديو كنقولوا لا فيديو او بيان اون فيديو لا فيديو سي فيمينا فيديو كوم سا ونضرب عليه Ordinateur. Ordinateur ou le hasou. Ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur. Un ordinateur, c'est masculin. Ordinateur. Très bien. Ordinateur. Donc d'abord, on dit incendie. Le harik. Incendie ou le harik. Un incendie. D'accord. Un incendie. Comme ça. Incendie, on va aller. Donc masculin. Et là, patrie. Une patrie. Une patrie. هي باتري فيمين فيمين نضرب عليه ليسي ليسي لو ليسي لو ليسي هو الثانوي لو ليسي لو ليسي سي ماسكولين لي سي كوم سا داكوغ لو موزولي داريح لو موزولي لو موزولي هنايا تاني موزولي ماسكولين داكوغ نضرب عليه لا ديكتي لا ديكتي هي La dictée, féminin, d'accord. La définition, féminin aussi. Tarif, la définition, la définition. Rappelez-vous. Orage, orage, un orage, orage. واحد زوبة عرملية مثلا orage. Masculin, d'accord. Grêle, grêle. هنايا غريل كنقولوا لانتستان غريل يعني المعي الغالي ولكن هاد غريل هادي ممكن تكون فيمينا او بيان ماسكولين بجوج بيهم دونك انا نكتبها بجوج بيهم غريل غريل داكوغ دونك كتستعمل ماسكولين وكتستعمل فيمينا داكوغ ضرب عليها هنايا كرافات كنقولوا لا كرافات اون كرافات داكوغ دونك كرافات فيمينا دونك كرافات فيمينان سي تخي سامبل هادي داكوغ دونك هنا لي نون او ماسكولان الاسماء مذكرة كاين لادغيس لورديناتور لانسوندي لو ليسي لو موزولي لوراج غريل داكوغ دونك هادو لي نون او ماسكولان داكوغ بور لي نون او فيمينان عندي لا فيديو لا باتري لا ديكتي La définition,
غل كرافات دونك هادوما اسماء مؤنثة دونك هنا في هذا الاكزرسيس هذا فصلنا ما بين الاسماء المذكره والاسماء المؤنثه الاسماء المذكره هما هادو والاسماء المؤنثه هما نشوفوا دابا الكيسيون 2 كيسيون 2 حتى هو ساهل وخاص بالديكسيونير داكور اون ميدون دو ديكسيونير جو دون اون ديفينيسيون جوست دونك باستعمال ديكسيونير غادي نعطي واحد التعريف صحيح ديال هذه الكلمات هادو فوغي اللي هي الغابه بلوي اللي هو المطر بارابلوي اللي هي المظله فون هو الريح داكور اول حاجه نكتبهم هنا دونك اول حاجه نكتب هنا فوغي فوغي دونك انا استعملت لو ديكسيونير وغادي نكتب لكم هنا التعريف ديالو دونك اول حاجه فوغي سي ان نون ماسكولين نون ماسكولين سينغولي ان نون ماسكولين سينغولي شنو هي غروند غروند ايتوندو غروند ايتوندو de terrain grande étendue de terrain يعني une مساحه كبيره ديال terrain couvert ou bien couverte مغطاه باش d'arbres d'arbres بالاشجار دونك هذا هو التعريف ديال الفوغي داكور ديال الغابه هي واحد المساحه كبيره ديال الارض مغطيه باش مغطيه بالاشجار داكور بلوي بلوي مطر بلوي Donc c'est un nom féminin singulier. Quand on parle la pluie, quand on parle le pluie. Donc il y a précipitation, il y a tasarotat, précipitation, précipitation d'eau, précipitation d'eau atmosphérique, atmosphérique, atmosphérique. Donc il y a tasarotat le matériel sous forme de gouttes. يعني كيهودو سو فورم دو غوت ديال القطرات ليكيد دو غوت ليكيد داكور اورس نزيد دونك هنايا قالت لي بارابلوي بارابلوي دونك بارابلوي سي ان نون ماسكولين سينغولي اكسسوار سي ان اكسسوار المظله هي واحد الاكسسوار بورتاتيف بورتاتيف يعني ممكن نهزو يعني كيتهز في اليد كو لون اوفر ملي كنحلو بوغ علاش كنحلو بوغ سو بروتيج بوغ سو بروتيج باش بروتيجيو نفسنا ولا نحميو راسنا منين دو بلوي داكور يعني كنحميو راسنا من المطر داكور باستعمال ماذا باستعمال هاد البارابلوي قاتنا الكلمه الاخريه هي بون تنوم ماسكولين سينغولي ياك هو واحد الموفمون موفمون دو لير يعني حركة ديال الهواء موفمون دو لير سو ديبلاس سو ديبلاس او بيان سو ديبلاسون باردون سو ديبلاسون دو زون دو هوت بريسون يعني كتنتقل من واحد البلاصة فيها واحد الضغط عالي لواحد البلاصة فيغ اون زون دو باس واحد البلاصه اللي فيها الضغط منخفض بريس داكور هذه هي الريح داكور دونك وبهذا غادي نكونوا كملنا هاد ليفالواسيون الخاص بالليكسيك في الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير معكم ليفالواسيون اللي خاص بالغرامير اللي فيه هاد الاسئله هادو كاين اسئله في لاباج 64 وحنا غادي نكملوا ليفالواسيون ديالنا كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري زيدوا دعموا القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.